طبعا الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، وإن شاء الله التطوير بتاع القناة ده تكون حاجة عظيمة جدا وتسعد جماهير النادي الأهلي العظيمة، وتكون حاجة على مستوى النادي الأهلي بإذن الله. مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي، وإن شاء الله دايما رقم واحد. مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي، وإن شاء الله على طول في الصدارة. مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي، ودايما في ظهرنا ومعانا دايما في كل الماتشات، وربنا يوفقنا ان شاء الله. مبروك انطلاقة قناة النادي الاهلي، وان شاء الله دايما رقم واحد زي ما عودتونا. مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الاهلي، وان شاء الله دايما الصدارة ودايما في ظهرنا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الاهلي، نتمنى لها التوفيق والنجاح ان شاء الله. مبروك انطلاقة جديدة لقناة الاهلي، وان شاء الله رقم واحد دايما. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، إن شاء الله تفضلوا عند حسن ظن الجمهور. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، وإن شاء الله نفضل في الصدارة. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، وإن شاء الله دايما في نجاح يا رب. إن شاء الله. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي، وإن شاء الله دايما في نجاح وتقدم. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي، وإن شاء الله دايما في الصدارة. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، وإن شاء الله دايما رقم واحد. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، ودايما يا رب من نجاح لنجاح. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي، ودايما من نجاح لنجاح. ألف مبروك لانطلاقة قناة النادي الأهلي، وزي ما عودتونا قناة بروح الفانيلا الحمراء. ألف مبروك لانطلاقة قناة الأهلي الجديدة، قناة بروح الفانيلا الحمراء. ألف مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، وزي ما عودتونا دايما في ظهرنا، وألف مبروك. مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، ورب دايما قناة النادي الأهلي رقم واحد. مبروك للانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، ويا رب دايما رقم واحد. مبروك لانطلاقة قناة النادي الأهلي الجديدة، وإن شاء الله رقم واحد على طول. مبروك الانطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي، ودايما رقم واحد. مبروك انطلاقة قناة النادي الأهلي الجديدة، ودايما رقم واحد. مبروك تطوير قناة النادي الأهلي الجديدة، ودايما زي ما معودنا رقم واحد. مبروك التطوير الجديد للقناة، دايما نفرحنا كنادي أهلي وقناة النادي الأهلي، دايما النادي الأهلي هو نادي القرار. مبروك التطوير الجديد. ألف مبروك لقناة النادي الأهلي الجديدة، ودايما متألقين كالعادة، وألف مبروك. مبروك لتطوير قناة النادي الأهلي، قناة نادي القرن ورقم واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودايما في نجاح وتقدم. ألف مبروك لتطوير قناة النادي الأهلي، ودايما في نجاح وتقدم. ألف مبروك لتطوير قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله من نجاح وتقدم. ألف مبروك قناة النادي الأهلي الجديدة، ودايما من نجاح لنجاح إن شاء الله.